فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، الوالد إذا أطلق في النصوص يشمل الأب والأم وإن علوا، فالجد والجدة وإن علوا يدخلان في هذا الحكم. وكما أن الولد إذا أطلق فإنه للذكر والأنثى وإن نزل، فابن الابن وإن نزل في حكم معنى الولد. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، هذا مما يستشير عقله. فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا سب الرجل والد شخص فإن هذا الشخص سيسب والدي هذا السب الأول فيكون سببا. ومن ثم فإن هذا الحديث كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه دليل على القاعدة الفقهية المتسبب كالمباشر.